انا لكو جيت ديالك توقف على النومو بعيتي ما تهز في الثقل كتفكر تحبس لاصال حبس اليوم جيت باش نشرح لك الامور بطريقه علميه وتعرف الجسم ديالك اشنا هو كيطافيه بالضبط. الجسم ديالنا سبحان الله العظيم ذكي ذكا من هذاك التليفون اللي شاد في ايدك تخلق للبقاء تخلق ليتكيف مع اي حاجه غادي تعطيه. وباش نكون معك دقيق العضلات ديالنا كيتكونوا من جوج ديال لي فيبر مسكولير فيبر مسكولير اكسبلوزيف اي فيبر مسكولير اونديرون. وملي تنقول فيبر مسكولير اكسبلوزيف اللي هي لي فيبر اللي كتعتمد على الثقل الا هزيتي على اوزان كبيره غادي تطور. اما لي فيبر مسكولير اونديرون اللي عندها قوه تحمل اوزان ثقيله ما غتزعزعهاش. وبما انك كتمشي لاصال وكتخدم دائما غير باوزان ثقيله كتخدم غير لي فيبر اكسبلوزيف. دابا علاش الجسم ديالك تحبس؟ لان العضله ديالك كتكون من هاد جوج ديال لي فيبر. هذا كيعني بانني خصني نخدمهم بجوج خصني نقيسهم بجوج. وإذا بغيت نقيسهم بجوج على الاقل مره في الشهر كيخصني نخدم باوزان خفيفه ودير سيري طوال ما بين 15 و 30 ريبيتيسيون. جربها ورد عليا خبار.